شيطاني وشيطانك ما زالوا على الغواية، وبالتالي ستجد أخرى قائمة من الأعمال. يا إخواني الكرام، اليوم إحنا نقوم ساعة ونص، صح ولا لا؟ في واحد منكم تضجر مال، المهم تأتي من مكان بعيد بسيارتك رايح المسجد تصلي، غدا ماش مطلوب منك تخرج بالسيارة ولا تقطع المسافة، بتقدر تقوم ببيتك ربع ساعة؟ جربها مع الشيطان اللي بيفتك لغدك. هل بتستطيع تعمل ربع ساعة؟ وشوف المشروع الشيطاني سيبدأ من ليلة الغد. القرآن سيهجر، الصيام سيترك، القيام سيترك، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يا إخواني نختبر أنفسنا، وين نحن مع الشيطان؟ بالعقبة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة؟ ولا قد إحنا بالأعمال المفضولة عن الفاضلة؟ ولا بالعقبة السابعة التي أتمنى أن أكون أنا وأنتم مع الشيطان فيها، وهي مواجهة الصالحين والأولياء بجند الشيطان من الإنس. أسأله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا أجر هذه الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.